نروح لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي والكابتن كريم الدباس. برحب بيك مره اخرى كابتن ايمن، كل ضيوفك الكرام، جمهور النادي الاهلي في كل مكان، مبروك التاهل. ان شاء الله خطوه مهمه جدا للحفاظ والاحتفاظ باللقب العام الثاني على التوالي، وان شاء الله خطوه نحو اللقب ال 12. معانا كابتن خالد بيه مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن خالد، الف مبروك الفوز، الف مبروك التاهل، والف مبروك الاداء الرائع لكل اللاعبين اللي شاركوا النهارده. اهلا بيك ومبروك لجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره ولاعيبه النادي الاهلي. ودايما احنا متعودين على ان احنا بتخش كل البطولات بتحاول انت تاخد كل البطولات، تخش كل المباريات، تحس ان انت لازم تاخد كل المباريات بشكل جدي، والحمد لله النهارده مكسب كويس. كابتن خالد، يعني بدايه من المكسب الفني النهارده و7-0 بمجموع اللقاءين، كان في كمان مكسب اداري كبير جدا ان احنا نقنع فريق سان جورج ان الماتشين يتلعبوا هنا، يعني طبعا حفاظا على اللاعبين من الاجهاد خاصه مع ظل طوال المباراه، وكمان ان احنا ميزه ان احنا نلعب الماتشين على ارضنا. اكيد طبعا انت بتحاول تشتغل على اي حاجه تقدر ان انت تريح اللعيبه فيها. احنا عندنا سفرات كتير، فاللي بتلاقي الفرصه اللي بتلاقيها ان انت تقدر تشتغل وتريح اللعيبه من كميه السفر، احنا عندنا سفر الفتره الجايه هيبقى صعب جدا، فلقينا فرصه ان احنا نقدر نجيب الفرقه تلعب معانا المباراه هنا، فالحمد لله قدرنا ان احنا نقنعهم ولعبنا المباراتين. فده راحه برضو للعيبه من السفر ومن الجهات، موسم طويل، فعايزين نحاول ندور على اي فرصه اللعيبه تقدر ترتاح فيها. يعني عدد كبير جدا بيتم الدفع بيهم من قطاع الناشئين في النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله، وان شاء الله يبقوا في تزايد. يعني حضرتك كمان كنت مسؤول من فتره عن قطاع الناشئين، وجودك مع الفريق الاول اعتقد ده عامل همسه وصل كويسه جدا سواء مع القطاع واللاعبين اللي موجودين تحت وكمان الجهاز الفني الفريق الاول. انا بص يا جماعه، احنا بنشتغل سيستم، هو سيستم شغال محطوط وكلنا بنحاول ان احنا نشتغل عليه بشكل كويس. اللعبه دي بتتجهز بقى لها فترات طويله، خدت فتره اعداد كويسه مع الفريق الاول، وبقى لهم فتره طويله بيتمرنوا مع الفريق الأول. اول بيجهزوا، وده اللي المفروض يحصل، وده اللي هيحصل ان شاء الله في الفتره اللي جايه، ان اللي هيشد حيله اللي هو يبقى بيستوعب الشغل بشكل كويس وبشكل سريع هيبقى ليه فرصه. وقطاع الناشئين فيه منجم لعيبه كويسين يقدروا ان هم يمثلوا النادي الاهلي، هنشتغل عليهم وياخدوا الفرصه، وكل واحد بقى يمسك الفرصه وربنا يكرمه ويقدر ان هو يثبت نفسه. يعني اللقطات المضيئه النهارده بعد احراز قفشه الهدف بتاعه جرى على حضرتك واحتفل معاك بشكل خاص. قفشه لعيب كبير ولعيب كويس، وانا يعني طبعا سعيد من اللعيب، طبعا بيبقى حاسس ان انت بتبقى معاه وواقف جنبه وفي ظهره، فحاجه كويسه، بتمنى له التوفيق واحرز هدف جميل وقفشه لعيب كبير. يعني جمهور النادي الاهلي، وكان حضرتك انا كنت بتفرج على لقاء حضرتك على قناه النادي الاهلي بعد الماتش المصري، وقلت جمله كويسه جدا وجمله عظيمه، قلت جمهور النادي الاهلي هو دايما السند والدافع الاول لينا. النهارده كلمه لجمهور النادي الاهلي لاحسن استقبال اللاعبين والجهاز الفني، وده عادته دايما. لا، جمهور النادي الاهلي ده اكبر من اي كلام، ده احنا كلنا لعبنا في المكان ده، سواء لعبت سواء اداري سواء اي منصب انت بتاخده في النادي، هو جمهور النادي الاهلي بيسندك، هو السند الوحيد اللي انت تقدر تشتغل وانت مرتاح لما يبقى في ظهرك النادي الاهلي. مواقف كتيرة عدت علينا واحنا بنلعب، اللي كان بيخلينا نعدي المواقف الصعبه دي هو جمهور النادي الاهلي، فاحنا دايما هيبقى سندنا هو جمهور النادي الاهلي، واحنا مهما تحاول ان انت تبذل مجهود او تتعب او يحصل اي حاجه في الاخر مش هتقدر تديهم واحد على مليون من اللي هم بيديهولك يعني، فاحنا بنشكرهم على اي دعم وبنشكرهم على اي سنده سندها لنا واحنا في اي وقت. جمهور لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي واي واحد بيشتغل في النادي الاهلي محتاج سنده من جمهور النادي، فنتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم دايما ان احنا نقدر نساعدهم ونقدر نعمل كل اللي هم بيحلموا بيه واللي ما بيحلموش بيه. احلامهم كبيره واحلامهم اكبر من اي توقعات، فاحنا بنحاول ان احنا نوصل لاحلامهم وبنتعب عشان نوصل لاحلامهم. انا عارف مهما نحاول ان احنا نعمل احلام جمهور النادي الكبيره هتفضل طول عمرها كبيره، لان هو جمهور كبير وهو السند والداعم، فبتمنى لهم دايما ان هم يبقوا سعداء ويبقوا مبسوطين من اداء النادي الاهلي. شكرا. اخيرا كابتن خالد، معلش ان انا طولت عليك، ولكن ذكريات بطوله 2001 اللي كان حضرتك لك بصمه كبيره، وكمان الذكريات وربطها بقى بانك دي اول بطوله افريقيه وانت في منصب اداري في النادي الاهلي، الفرق ايه والاحساس ايه دلوقتي؟ لا طبعا، وانت بتلعب حاجه وانت مسؤول حاجه ثانيه خالص، وانت بتلعب تبقى مسؤول عن نفسك وبتفكر في ازاي ان انت تشتغل على نفسك جوه الملعب ان انت تقدر تعمل حاجه تسعد الجمهور، انما دلوقتي انت مسؤول عن مجموعه كبيره لعيبه واداريين وجهاز، حاجات كتير قوي
مسؤوليه كبيره جدا، اتمنى ان هم يساعدوني ان انا اقدر يعني اقدم حاجه كويسه لجمهور النادي الاهلي. شكرا كابتن خالد، وان شاء الله كمان يعني تحت ان شاء الله سنه نحتفل معاك بلقبك الاول كاداري ببطوله افريقيا باذن الله رب العالمين. يا رب يا رب ان شاء الله. شكرا كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن خالد بيه مدير